يا صباح السعاده والجمال صباح كل حاجه حلوه على كل مشاهدين اللي بيشوفونا من كل مكان صباح الخير عليكم برحب بيكم في اولى حلقات برنامج قهوتك عندنا برنامج قهوتك عندنا بنتكلم فيه عن كل حاجه بنتكلم عن الاسره عن الميك برنامج طبي ثقافي الحقيقه كل حاجه هنناقشها في برنامجنا في كل الحلقات بإذن الله يا ريت تتابعونا يشرفني متابعتكم النهاردة هيكون معايا فقرة جميلة جدا كلكم بتحبوها وكلكم بتطلبوها مني وبتستنوها وأنا زي ما بقول بحب أقدمها باستمرار يعني وهي فقرة الميكب مفيش ست ومفيش بنوتة ما بتحبش تحط ميكب كلنا بنموت في حاجة اسمها الميكب بس مش بنعرف نحط الحقيقة فعشان كده النهاردة أنا جبت الميكب أرتست ميان طارق علمنا ازاي نحط الميك اب بطريقه صحيحه ازيك يا حبيبتي عامله ايه ازاي منوره النهارده في قهوتك عندنا ميرسي قولي لي يا مايا دلوقتي الموهبه اي حد بيبقى ميك اب ارتست لازم يبقى عنده موهبه مش اي حد وخلاص يبتدي يلعب في وش البنوته او الست كده قولي لي بقى جاتلك منين الموهبه دي امتى عرفتي انك انت عايزه تحطي ميك اب كده وعندك الموهبه طيب انا من ابتدائي كده من ابتدائي اه كان عندي ماما وبابا بيجيبوا لي ميك في البيت واللي هي الميك اب بتاع الاطفال الصغيره بس ابتديت ان انا احط ميك على نفسي شويه بشويه ابتديت ان انا احط ميك اب لاصحابي وقرايبي ابتدى يعجبهم ابتدى الموضوع بقى يبقى في دماغي ان انا اشتغل ميك اب ارتست وابتديت طبعا ان انا صقل الموهبه بتاعتي ان انا اخد كورسات مع ميك اب ارتست كبار زي سلمى استني استني بس من ابتدائي بتحطي ميك اب ايوه وبيطلع حلو وجميل يعني اه تمام انا عندي بنتي بتمسك الحاجات دي بقول لها لا اسيبها بقى عشان يبقى عندها موهبه زي جدا يعني <applause> الطفل كمان لما بيبتدي يلعب وان هو يكتشف بيبدا المواهب عنده تبقى تتنمى اكتر وان هو يبتدي يبقى يحط في دماغه بقى الحاجه اللي هو عايز يعملها بعد كده تمام طب في الرسم انت اكيد بتعرفي ترسمي اه ده اساسي يعني ايوه تمام ابتديتي بقى تحطي ميك اب لقرايبك واصحابك بالظبط كده ابتدى يعجبهم ابتدى بقى ان انا افكر ان انا اخد كورسات بقى عشان اثقل الموهبه بتاعتي مم. ابتديت مع سلمى متولي ميك اب ارتست المشهوره وبعد كده ابتديت ان انا اخد كورسات بقى مع فادي قطايا عبد الله الرفاعي كده تمام يعني اخدت كورسات وعليها بقى اشتغلت ميك اب ارتست بالظبط تمام طيب معانا احنا موديل دلوقتي اه اسمها ايه بقى؟ فكرين. اسمها امنيه ازيك يا امنيه عامله ايه؟ نقوم بقى نشوف اللوك اللي انتي عاملية عليها تمام ونتكلم بقى للبنات والستات اللي بتشوفنا طيب انا مبدئيا يعني ابتديت الاول ان انا هيئ البشره بتاعه الموديل ان انا اول حاجه ان انا بزيل اي ميك عندي متبقي بالميك اب ريموفر وبعد طبعا. كده ابتديت احط لها تونر عشان يقبض المسام بتاعه الوش عشان ما في البشره بعد كده ما تقدرش تاخد اتربه او تتلوث او اي حاجه تمام استني خطوه خطوه كده أوكي. اول حاجه هنا قبل ما تحط لها الميك اول حاجه خالص عملت ايه عملت يعني شلت لها بقى اوائل الميك اب اب ريموفر ده رقم واحد اساسي عشان انضف البشره تمام. وتبقى خاليه من اي مشاكل بعد كده عشان ما تعمليش مشاكل على البشره بعد كده حلو جدا بنهيئ البشره قبل ما نحط الميك اب بالظبط وبعد كده ابتديت ان انا احط لها تونر عشان يقبض المسام عشان الميك اب يبقى متظبط بشكل احسن ويبدا ان هو ياخد اللي هي الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي مم. تمام. بس وابتديت ان هي الموديل بتاعتي وبشرتها دهنيه ابتديت ان انا احط لها برايمر بنفيت عشان يبقى عشان يبقى للمسام اكتر وخصوصا عشان هي عندها مسام فالبرايم بنفيت بيختلف طبعا طبعا بيختلف من البشره البشر. الدهنيه أوه. للبشره الجافه للبشره المختلطه اه المختلطة. المختلطه تمام بس وابتديت بعد كده ان انا احط لها فاونديشن مناسب لبشرتها م. وبعد الدمج والبلاندنج ابتديت بقى ان انا احط لها الكونتور ابتديت بقى ان انا احط لها لو في مثلا لوس باودر وبعد كده بطلع بقى على العين م. الاول ابتديت ان انا حطيت كونسيلر م. يبقى غامق شويه عشان هي انا عامله اللوك على البشره على حسب الهالات لو الهالات بتبقى غامقه لو الهالات بتبقى غامقه قوي وخصوصا مع البشرات السمراء لا انا بحط كوركتر اورنج الاول قبل الكونسيلر اه وبعد لو البشره عندي تمام. الهالات خفيفه جدا لا طبعا مش محتاجه ان انا احط كوركتر انا ببدا ان انا احط لها اكتر كونسيلر غامق وبعد كده احط كونسيلر فاتح تمام بس لان هي مش محتاجه ان انا اعمل لها كوركتر ويغمق البشره هي مش محتاجه حاجه زي كده بس وابتديت ان انا احط لها لوس باودر عشان اثبت الكونسيلر اللي انا حطيته م. وبعدين حطيت لها ترانزيشن كولر الاول لون فواتح وبعد كده حطيت لها اللون الغامق تمام اوكي وبعد كده حطيت لها لون شمر وعملت لها الاي لاينر والماسكارا وركبت لها رموش ده اللوك كده اه والحواجب طبعا رقم واحد لو واحدة حواجبها خفيفة لا أنا مثلا لازم أرسم لها بجل لو واحدة حواجبها تقيلة زي الموديل لا أنا بكتفي بس إن أنا برسم الفراغات بباودر تمام أنت كده اتكلمتي عن اللوك كله نتكلم بالزبط. حاجة حاجة بقى في الفاونديشن أيوة أغلب البنات بتحتار أجيب درجة إيه تناسب بشرتي تمام قولي لنا بقى نعرف ازاي احدد ازاي الدرجه اللي هي تبقى لايقه عليا طيب انا عشان احدد الدرجه اللي هي تبقى لايقه عليا ما بروح اي ستور لازم بجربها في المنطقه دي طبعا. عشان تبان اكتر الدرجه عندي مظبوطه بتبقى ما بين هنا عند عند هي منطقه الفك لحد اللي هي الرقبه انا بجربه هنا يعني اه عشان يبن... الايد بنجرب على, لا الإيد. لا على الايد ما بيطلعش مظبوط هنا ده بيبقى ادق مكان ان هي تطلع فيه مظبوط الدرجه بتاعتها بيرفكت وطبعا لازم بستنى عشر دقائق اطلع في الشمس عشان اشوف اللي هي الدرجه مناسبه محتاجه ان انا اغير الدرجه كده طيب واللي بيقولوا هنا بقى بيبان درجتي صح كده ولا لا هي انا لما ببص لناحيه العروق أوه. دي هي بتختلف ان هي مثلا لو هي عندها العروق لونها ازرق او موف دي بتحتاج اللي هي الوان ورم طيب. لو اللي هي بتبقى الازرق لا دي بتحتاج لون اللي هي يبقى خفيف خالص اللي هي على بينكات بمعنى اصح الفاونديشن طيب دي درجه الموديل على بينكات ولا اصفر لا على اصفر تمام طيب. بس هو. طيب حلوه جدا وبنبتدي بقى ان احنا في الاخر بقى لو كونتور بلاشر هايلايتر وروش طبعا لازم ليب لاينر وبعد كده ابتدي بقى جوه ارسم بالروج العادي. تمام رسمه العين ممكن تشرحي لنا بس للساده اه جدعه غمضت عليكي تمام انا رسمه العين قولي لي بقى رسمت ايه هنا في العين؟ طيب. انا ابتديت الاول فتديت. ان انا حطيت كونسيلر فاتح وبعد كده زي ما قلت حطيت لوس باودر تمام عشان اخلي الكونسيلر يبقى ثابت اكتر أسبت. ويديني لون قوي. حلو جدا. بعد كده كده حطيت لها ترانزيشن كولر روز فاتح مم. وبعدين من الجنب حطيت لها لون مات قوي شويه فوشيا وبعد كده من هنا حطيت لها شمر على الجفن المتحرك تمام بس ورسمت لها الاي ونفس الموضوع برضو بيبقى من تحت مم. ان انا بحط لون لون غامق من تحت وبعدها لون فاتح تمام حلو جدا بس ورسمت لها الايلاينر والكحل وركبت لها الرموش هنا الموديل عينيها واسعه ولا ضيقه لا الموديل عينيها متوسطه طب يبقى كده نحط كحل اسود للبنات اللي عينيها متوسطه تحط كحل اسود جوه ولا ابيض لا اسود لو بقى في ممكن في بنات لا لو عينها ضيقه خالص لا انا بحط لها لون نود اللون مم. النود الابيض امتى احط الابيض ما بيبقى خلاص ما بقاش موضه الفتره دي مم. النودات هي اللي الموضه اكتر تمام بس وفي نفس الوقت بتبقى شكلها شيك واليجنت هي حلوه جدا مم. الرموش بقى طيب انا الرموش ركبتها لها عشان تناسب شكل عينها قصيره من قدام وطويله من ورا على شكل العين على شكل العين تمام. عشان تسحب لي العين كمان وتخليها لي النهايه شكلها لوزي لان احنا في الاخر احنا كل شغل العين ان انا بقرب كل اشكال العين للشكل البرفكت اللي هي اللوزي طيب لو عيني ضيقه ايوه الرموش تبقى كثيفه ولا لا بتبقى ايه؟ وسط او قصيره كمان عشان انا وخصوصا لو العين مبطنه مم. مش هيبقى عندي هنا مساحه ان هي تبين اللي هي الرموش الكثيفه هتغطي عليها فتطلع تمام. لي عند مكان الحاجب تمام فانا مش عايزه ان انا اغطي خالص على اللوك امم هي جميله رسمه العين الحقيقه حسن. بالنسبه للحواجب بقى لو انا عايزه تقل حواجبي اوكي اتقلهم مش مش هيغزرهم بقى بحاجه لا بالميك اعمل ايه عشان اديهم لوك كده هي هي لو هي الحواجب بتاعتها خفيفه لا لازم ترسم جل زي لو هي حواجبها كثيفه ثاني بقى الخفيفه برسم جل اه لان يعني الكثيفه باودر باودر لان هي كده كده اوريدي هي عندها شعر كثيف فهي محتاجه بس ان هي تملى الفراغات زي عند الموديل ولو مثلا ماسكارا شفافه او ماسكارا اللي هي تبقى تدي لون الحواجب اللي انا عايزاه تمام وفي طبعا بيبقى كذا درجه في بلوند فيه براون على حسب تمام البلاشر بقى طيب البلاشر بيبقى على حسب برضو لون بشره ال... الكلاينت بتاعتي مم. يعني زي مثلا الموديل بتاعتي بيضه فيليق عليها معظم الالوان تمام بس فانا حطيت لها لون يبقى على احمر شويه ماليش خدود عايزه اعمل خدود اعمل ايه طيب انا ببدا ان انا برسم الكونتور ان انا بخلي الموديل او الكلاينت تضحك وببدا ان انا اخد لها من هنا كده ارسم الكونتور وارفعها لفوق بتضحك بتعمل خدود آه لو عشان ما ضحكتش ما بعملش خدود خلاص هي الفكره نفسها ان انا عايزه ارفع لها الخدود اه تمام بس فهي هي الموديل ما عندهاش خدود فانا كان لازم ان انا اخليها تضحك عشان ابدا ارسم من هنا وارفع لها الخدود تمام حلو والبلاشر جدا. طبعا ببدا احطه على الشيك بون وادخله لجوه حلو جدا تثبيت الميك بقى في الاخر عايزه اثبت الميك اب طيب. فتره طويله بقى يقعد معايا. اوكي انا ببدا ان انا ارش الاول فيكس سبراي عشان لو يشيل اي لوك باودر عندي وبعد كده برش اللي هي السبرية المثبت. تمام طيب. بس اي نوع بقى بدايه من محمود سعيد لحد هدى بيوتي لحد اربن ديكيت دي افضل الانواع الموجوده. مايا طارق انت ميكب ارتست وخبيره تجميل عايزه منك وصفات للبنات والستات اللي بتشوفنا وصفات طبيعيه اوكي. للاهتمام ببشرتهم في البيت. طيب انا ببدا الاول ان هي لو واحده عايزه تفتح بشرتها مثلا م. انا ببدا ان انا اخليها تعمل ماسك عسل آه وفي ماسكات الزبادي حلو جدا وفي ماسك افضل كمان ان انا بخليها تحط نشا ومعاه لبن باودر زي مثلا نيدو وبخليه بيعمل ايه؟ ده بيفتح البشره. طب بعمله كل قد ايه؟ ده بعمله كل اسبوع مره او مرتين بالكتير. تمام. بس. وبيبقى معاه مية ورد ده بحطه حوالي ربع ساعة وبعد كده بغسله البشرة عندي بتبقى فاتحة وحلوة طيب هاخد منك نصيحة تانية بالنسبة لتنظيف البشرة في البيت عايزة انضف بشرتي في البيت بالبخار قولي لي اعملها ازاي طيب لو هي بشره جافه عادي لا انا ممكن ان انا ببدا ان انا اعمل يعني حلت ميه سخنه وبعد كده بخليها تقرب وشها بس مش قوي علشان اللي هي وشها ما, ما يتعرضش لحروق مثلا او الجلد يلتهب عندي تمام بس لكن لو هي بشرتها دهنيه فهي اساسا المسام بتبقى متفتحه فانا مش محتاجه ان انا افتح مسام اكتر فهي مثلا بتعدي على وشها فوطه سخنه كده او يعني خفيفه شويه تمام طيب حمام البخار ده اللي انا بطلعه على وشي تمام آه. بحط فيه حاجات طبيعيه زي مثلا روزماري ليمون الحاجات دي أكيد مفيده يعني اه هي من ناحيه برضو كمان ان هي بتبدا ان هي تدي ريحه حلوه برده ان هي تخليني ان انا مستمتعه اكتر بالموضوع بتنضف البشره فعلا حقيقي تمام بس نصايح تانية بقى بسرعة كده للبشرة برضو طيب لو أي واحدة لازم في البيت لازم تعمل سكراب ده أساسي آه لو ما فيش مقدرة إن هي تعمل سكراب تشتري سكراب ممكن إن هي تجيب آه زيت زيتون ومثلا وسكر وتقلبهم في بعض بس وتبدأ إن هي تعمل سكراب للوش إن هي تبدأ تعمله سكراب بطريقة دائرية وتسيبه على وشها حوالي خمس دقايق وبعد كده تغسله تمام حلوة جدا لو عايزين دلوقتي نعمل حاجة عملي اوكي قبل ما نختم الفقره عايزه تعملي هايلايتر عايزه تعملي بلاشر نوضح للمشاهدين بقى ازاي بنعمله تمام اوكي انا هبتدي الاول ان انا أزو احط لها كونتور باودر تمام حاجة. انا كده بحطه هنا ليه انا بحطه هنا عشان ان انا ابرز منطقه الخدود اكتر وفي نفس الوقت اعمل تحديد وبعدين ببدا اعمل لها بلاندنج في مكانه في مكانه طبعا لان انا بيبقى فيه تحته فاونديشن وكونسيلر مش عايزه احرك مش حاجه مش عايزه احرك بقى. حاجه وان هي اللوك يتبهدل مني حلو جدا فببدا ادمجه في مكانه على فوق عشان لو نزل تحت خلاص اللوك كده باظ مني بس الناحيه من الثانيه برضو ايوه بما انك عملتي كونتور بقى كونتور المناخير اهم حاجه عايزين نصغر المناخير بقى نكبرها نشوف بقى هنا عايزين نعمل ايه تمام اوكي هنا عايزه اصغر لها المناخير شويه تمام فانا ببدا المفروض بفرشه اصغر ولا عادي المفروض بفرشه اصغر بس انا ممكن عادي عشان انا متع... يعني عندي ان هي فكره اكتر عنها وبقالي كتير فعارفه ان انا اتحكم تمام. اكتر في الفرشه اللي معايا ببدا ادمج لها على نفس الخط لو بتحرك لا شمال ولا يمين عشان ما شكل الكونتور بس تمام. احنا كده حطينا كونتور لو الهايلايتر بحط هنا ايوه تقريبا. بحط هنا على التب بتاعه النوز على اللي هي الارنبه تمام. وببدا احط هنا حاجه خفيفه وفين تاني؟ وانا بنور الاماكن صح بنور بالظبط ببدا انور كمان عند الخدود اعلى الخدود تشيك وببدا احط لها هنا على منطقه الدقن حاجه خفيفه تمام بس ممكن على البق هنا بحط حاجه خفيفه برضه حلو جدا بس. نورتني الموديل الجميله نورتيني ميان طارق يعني ايه ميان قولي يعني ماء عذب ماء عذب اسمك جميل يا حبيبتي نورتيني وان شاء الله تنوريني في قهوتك عندنا تاني ان شاء الله شكرا يا حبيبتي ميرسي مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ومكملين معاكم مع فقره مهمه جدا تهم كل الستات وهي هنتكلم عن النفقه استنونا